بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 69 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك. فضيلة الشيخ، هذه الأخت السائلة تقول: نحن مجموعة من الأخوات فاتنا الحقيقة قطار الزواج وأصبحنا عانسات في البيت، وذلك بسبب بعض الشروط عند بعض الآباء هداهم الله. فضيلة الشيخ، نرجو توجيه كلمة بهذا المنبر نور على الدرب عن هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: وأنكح الأيام منكم صالحين من عبادكم وإمائكم. أمر الله سبحانه وتعالى الأولياء أن ينكحوا من تحت أيديهم من الأولاد والمماليك، لأن ذلك فيه إعفاف لهم وحماية لهم، وفيه تسبب في الذرية الصالحة والإنجاب، وفيه مصالح عظيمة في قيام الزوج على زوجته بالنفقة والحماية والصيانة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الله جل وعلا قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالاستعفاف والعفة مطلوبة وواجبة، ولكن المبادرة بالزواج مع الاستطاعة فرض واجب، خصوصا تزويج النساء. يجب على ولي المرأة أن يبادر بتزويجها متى ما تقدم لها خاطب كفء ورضيت به، فلا يجوز له أن يؤخر زواجها ويفرط في هذا الكفء صالح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم أن ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وإذا وجد ولي يمنع زواج ابنته من كفء رضيت به فهذا عضل، والعضل حرام كبيرا من كبائر الذنوب، وتسقط ولايته وتنتقل إلى من بعده من الأولياء، لكن يكون ذلك عن طريق المحكمة الشرعية. إذا قدر أن هناك ولي عارض في زواج امرأة تحت يده من كفء رضيت به، يجب رفع أمره إلى الحاكم ليقيم غيره من الأولياء من يزوجها، لا تفوت عليها الفرصة والعمر. نعم. أحسن الله إليكم. شيخنا الكريم، هذا السائل يقول: ما توجيه الشيخ للشباب بالنسبة لما بدر منهم في لبسهم للأسوار والقلائد والخواتم الذهب، وما دور الآباء والمعلمين في التوجيه في مثل هذه الحالات؟ خواتم الذهب هذه فيها نص صريح صحيح، قوله صلى الله عليه وسلم في خاتم الذهب: لما رأى رجلا في يده خاتم من ذهب أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وطرحه في التراب، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. هذا إنكار من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز التختم بالذهب للرجال، هذا حرام، وهذا بالإجماع لا يجوز. وأما تشبه بالنساء في لبس السلاسل والأساور والقلائد هذا حرام أيضا وملعون من فعله، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. لا يجوز التشبه بالنساء في لبس الأساور. وكذلك في تشبه آخر، هو التشبه بالكفار، أنهم الذين يعملون هذه الأعمال وهو ما لبسه إلا تقليدا لهم، فيه تشبهان: تشبه بالنساء وتشبه بالكفار. قد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا شيخ، إذا احتجت مال
مالا لتزويج ابني أو ترميم بيتي القديم، فما هي الطريقة الصحيحة للحصول على هذا المال سواء من مصرف أو رجل تاجر يبيع ويشتري بذلك؟ الطريقة الصحيحة أن تقترض، إذا وجدت من يقرضك قرضا حسنا المبلغ الذي تريده تقضي به حاجتك ثم ترده إليه، فهذا هو الأصل، وهذا فيه فضل للمقرض في تيسير على المقترض. فإذا لم تجد من يقرضك فإنك تلجأ إلى مسألة التورق، وهي أن تشتري سلعة موجودة يملكها البنك أو يملكها التاجر موجودة، تشتريها منه بثمن مؤجل ثم تقبضها منه وتنقلها من مكانه ومن متجره ومن مستودعه، تنقلها إلى مكان آخر وتبيعها على غير البايع الذي أدانك إياها، تبيعها على غيره وترتفق بثمنها في حاجتك. هذه مسألة التورق، وهي جائزة عند جمهور أهل العلم وللضرورة أيضا، لأن الناس الآن لا يقرضون القرض الحسن، فتلجأ إلى مسألة التورق. نعم، أحسن الله إليكم. من اليمن يقول هذا السائل بأن أنا من اليمن وأرغب الحج السنة القادمة إن شاء الله، فمن أين أحرم وما أفضل النسك حيث سأأخذ الإفراد؟ تحرم من ميقات أهل اليمن، إذا جئت عن طريق اليمن سواء كنت من أهل اليمن أو من غيرهم فأحرم من ميقات أهل اليمن، وهو يلملم على طريق أهل اليمن، هذا ما يحرم منه أهل اليمن، فلا تتعداه إلا وأنت محرم بالحج أو بالعمرة. وأفضل الأنساك التمتع، أن تحرم بعمرة من الميقات ثم تؤدي مناسكها ثم تتحلل من إحرامك، فإذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة تحرم بالحج، تخرج إلى عرفة والمشاعر، تؤدي الحج وتذبح فدية، هذا هو أفضل الأنساك. وأما الإفراد فهو آخر الأنساك في الفضيلة، أولا التمتع، ثانيا القران، ثالثا الإفراد، هذا آخر الأنساك في الفضيلة. نعم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول بأنه نذرا ولكنني أشركت بالله جهلا مني، فهل أوفي بنذري وماذا يلزمني؟ إذا تبت إلى الله عز وجل أوفي بنذرك، ولا ندري ما هو نوع الشرك هذا، هل هو شرك أصغر أو شرك أكبر، ولكن على كل حال إذا تبت إلى الله من هذا فإنك توفي بنذرك. عمر بن الخطاب نذر في الجاهلية وهو مشرك، نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فلما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك النذر، فقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. نعم. هذه الأخت تسأل عن قراءة القرآن في حضرة الأم، وهذه البنت عاقة لأمها. العقوق حرام معصية، وأما تلاوة القرآن فهي طاعة وقربة، فلا يمنعها عقوق أمها من قراءة القرآن، ولكن تتوب إلى الله من العقوق، إن العقوق كبيرة من كبائر الذنوب، وهو يلي الشرك في الإثم والفضاعة، عليها التوبة إلى الله عز وجل. نعم. تقول تراودني في هذه الأيام وساوس بأنني سوف أموت وبأنني سوف أرحل عن هذه الدنيا، ما الذي يطرد هذه الوساوس مع أنني متدينة؟ الموت، كل سيموت، كل سيرتحل عن هذه الدنيا، عليك بالعمل الصالح والاستعداد للموت، وأما الوساوس والتوهيمات والتخويف من الشيطان فالذي يجب عليك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم حتى يذهب عنك هذا الوسواس، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول أمرني الطبيب بأخذ العلاج في نهار رمضان على مدار الشهر، وهذا المرض مستمر معي، ماذا يلزمني في القضاء مأجوري؟ إذا كنت مريضا مرضا مزمنا لا يرجى له شفاء فإنك تفطر في رمضان وتطعم عن كل يوم مسكينا، تطعم عن كل يوم مسكينا بدل الصيام، لأنك لا تستطيعه لا أداء ولا قضاء. نعم. من صلى وهو على جنابة متعمدا بعد ذلك اغتسل وصلى، صلاته باطلة وهو عاصي وآثم في هذا، فلا يجوز له أن يصلي إلا على طهارة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله جل وعلا وإن كنتم جنبا فطهروا، يجب الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر عندما يريد المسلم الصلاة، ولا يجوز له أن يصلي وهو محدث وهو يعلم أنه محدث على غير طهارة، هذا يعتبر استهتارا بالعبادة. نعم. يقول إذا دفن الميت وبعد 5 أيام جاء هذا القريب من سفره، هل يصلي صلاة الجنازة
الجنازة على الميت؟ نعم، إلى شهر، صلى على الميت على القبر إلى شهر. نعم. يسأل هذا السائل يا شيخ، يقول ما موقف المسلم من أصحاب البدع، وماذا يدخل في هذه البدع، وما موقف الشريعة منها؟ الواجب تجنب البدع والحذر منها ولزوم السنن. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. المراد المحدثة في الدين والعبادة، أما الإحداث في الصناعات والمباحات فلا بأس به، إنما المراد الدين، ما نحدث في أمرنا هذا الذي هو الدين، ما ليس منه فهو رد. فالبدع حرام، ومن عرفت أنه على بدعة يجب عليك مناصحته، فإن قبل الحمد لله، وإن لم يقبل فإنك تبتعد عنه ولا تجالسه. نعم. يقول الشيخ: ما أفضل عمل صالح كفر الذنوب، وذلك حدثت في سنيني الأولى من عمري؟ يكفر الذنوب أولا التوبة إلى الله عز وجل، توبة صادقة تكفر الذنوب. ثانيا اجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ثالثا الصلوات الخمس، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الطاعات كفر الله بها السيئات، قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم. يقول: كنت في صلاة رباعية ولم أجلس للتشهد الأول. إذا كنت ناسيا فإنه واعتمدت قائما فإنه يتعوض عن التشهد الأول سجود السهو، تستمر في صلاتك، وإذا أردت التسليم قبل التسليم تسجد سجدتين للسهو. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ بأنني أشتري أجهزة كهربائية ثم أقوم بتقسيطها على الناس بفائدة، لكن المشتري هو الذي يحدد. لا بأس بذلك، إذا كانت الأجهزة الكهربائية في ملكك تحوزها وبعتها على الزبائن والزبون يشتري ما يرغب فيه وما يحتاجه، ما في شك أن التحديد عند الزبائن، هم الذين يحددون السلع. وإن كان قصدك تحديد القيمة، إذا حدد القيمة ورضيت أنت بهذا فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ: نحن نعمل في بيع الجوالات المستخدمة ونعطي لها ضمان للزبون 24 ساعة، هل يلزمنا ترجيع الجهاز بعد نهاية المدة حتى ولو ظهر فيه عيب بعد ذلك؟ العيب يرجع، المعيب يرد ولو لم يشترط مدة معينة. إذا تبين في السلعة عيب لم يعلم به المشتري ولم يشترطه عليه البائع فإن له حق الرد بدون تحديد مدة. نعم. جزاكم الله خيرا. أيهما أفضل فضيلة الشيخ للشاب المتزوج، أن يسكن مع والدي في البيت أو أن يخرج في شقة بعيدا عن الخلاف بين الأم والزوجة؟ إذا كان الوالدان أو أحدهما يحتاج إليه سكن عنده يبقى عنده، ويأمر زوجته بإكرام الوالدين أو الموجود منهما، أن تعينه على بر والديه. فإذا لم يحصل وفاق فلا بأس أن يفرد زوجته بمسكن، ولكن هو يأتي عند والديه ويحضر عند والديه ويخدم والديه ويفرد زوجته بمسكن من أجل تجنب الشقاق وما يحدث من خلال ذلك بين الوالدين والزوجة. نعم. في الآية الكريمة: الأقربون أولى بالمعروف، أو في الحديث: ما حكم الزكاة للأخ إذا كان فقيرا وليس عنده دخل، وكذلك الأم فضيلة الشيخ، وهل الزكاة على الأقربين أفضل؟ الوالد والولد لا تحل لهما زكاة، يعني لا تحل الزكاة من أحد عمودي النسب للآخر، فلا تصح زكاة الولد للوالد ولا الوالد لولده، لأن الواجب على كل منه هما أن ينفق على المحتاج من ولده ووالده، ينفق عليه ولا يجعل الزكاة بدلا عن النفق. أما الأقارب غير الأصول والفروع إذا كانوا محتاجين فهم أولى بالزكاة وأولى بالصدقة. نعم. يقول شيخ: اختلاف الفتوى بين عالم وآخر، بأيهما آخذ في الفتوى مأجورين؟ إذا كنت طالب علم تعرف الدليل خذ الفتوى التي عليها دليل، واترك الفتوى التي ليس عليها دليل. أما إذا كنت لا تعرف فإنك تستفتي من تثق به في علمه وفي دينه، تستفتي من تثق به وتكتفي بذلك، ولا تذهب إلى فلان وعلان تكثر الفتاوى، لأن هذا يحيرك، لكن اسأل من تثق بعلمه ودينه وخذ بفتوى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، في وقتنا الحاضر كثر الذين في خصوصا في الفضائيات الذين يفسرون الأحلام، هل هذا وارد عند
السلف وكانوا يسألون عن الأحلام وغيرها؟ نعم يسألون عن الأحلام، لكن ما يسألون الثقات من المؤولين والمعبرين الذين عندهم إدراك ومعرفة بهذه الأمور، ولكن فتوى تفسير الأحلام في وسائل الإعلام هذا فيه مفاسد وفيه شرور وفيه أضرار، هذا عمل لا يجوز، هذا يشوش على الناس ويجعل الناس دائما يشتغلون بالأحلام ويخافون منها، فهذا عمل لا يجوز. إنما تفسير الأحلام بدون وسائل الإعلام يكون بين الرجل الذي رأى الرؤيا وبين من يفسرها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول: هذا كنت أنوي أخذ عمرة وتعمدت أن أتجاوز الميقات بدون إحرام، ماذا يجب علي الآن؟ إذا كان أحرم بعدما تعدى الميقات فعليه فدية، عليه أن يذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم. نعم. بالنسبة للزواج يا شيخ صالح، حتى تفرح المرأة المتزوجة والزوج، ما المشروع في الزواج من المؤثرات الصوتية والدف وغيرها؟ هذا لإعلان النكاح، ما هو لإرضاء أحد الزوجين، إنما هو لإعلان النكاح، هذا فرق بينه وبين السفاح الإعلان. وأما الدفوف يجوز الدف في مناسبة الزواج، يجوز الدف في مناسبة الزواج مع الغناء العادي من النساء فيما بينهن، ولا يظهر صوتهن، ولا يكون هناك مكبر صوت، ولا يكون هناك تسجيل أغاني، إنما هو باللفظ المجرد من النساء الحاضرات، بحيث يقتصر الصوت على داخل الحفل ولا يسمعه إلا النساء، وهذا لحكمة وهي إعلان النكاح. نعم. يقول هذا السائل بأنه ترك شوطا من طواف العمرة ناسيا ورجع إلى بلده. الشيخ، ما تمت عمرته، عليه أن يرجع ويعيد الطواف ويعيد السعي ويعيد التقصير، أن عمرته ما تمت ولا يزال محرما. نعم. يسأل هذا عن وقت صلاة الضحى، متى يبدأ ومتى ينتهي؟ يبدأ من ارتفاع الشمس بيد رمح وينتهي إذا توسطت الشمس بكبد السماء فوق الرؤوس، انتهى وقت صلاة الضحى. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن حكم التأخير في توزيع التركة، حيث لنا أخ تأخر في توزيعها والآن لنا أكثر من 3 سنوات على ذلك. تقدموا إلى المحكمة، أطلبوا من القاضي أن توزع التركة. نعم. 100 كيلومتر يا شيخ، هل تقصر الصلاة إذا كنا سنرجع في نفس الوقت وفي نفس اليوم؟ نعم، إذا نويتم سفرا يبلغ 80 كيلو فأكثر فلكم القصر ذهابا وإيابا. نعم. هذا السائل مقيم في السعودية يقول: لدي دراهم عند كفيلي ولم أقبض منها شيء، ولها الآن أكثر من 2 سنين، هل فيها زكاة؟ إذا كان كفيلك باذلا لها، أنت اللي تركتها عنده ولم تطلبها، فتجب عليك الزكاة كل سنة إذا بلغت النصاب. أما إذا كان كفيلك مماطلا ولم تتمكن منها، فإنها إنما تجب عليك الزكاة إذا قبضتها، تبدأ حولا من قبضها. نعم. هذا السائل يقول: الشيخ، ما حكم من صلى مأموما بمأموم مسبوق؟ لا أعرف دليلا على هذا، لأن المأموم لا يتحول إلى إمام إلا إذا استخلفه الإمام، هذا الذي أعرفه. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول أخيرا: كم بين العمرة والعمرة من أيام؟ فأنا أتردد في الشهر 3 مرات لعمل في مكة، هل أخذ في كل سفرة عمرة؟ نعم، هذا طيب، وليس هناك تحديد بين العمرتين، لأن هذا لا دليل على التحديد، ولكن إذا كان بين العمرتين فترة يكون قد رأسه قد أنبت وصار فيه شعر، يكون أحسن. الله تعالى. نعم. شكر الله لكم وجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. شكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة